سيارات الإسعاف المصرية تعبر رفح لنقل عدد من الحالات الحرجة من الجرحى الفلسطينيين. تواصل القصف الإسرائيلي الكثيف على قطاع غزة وضحايا العدوان تتخطى 8500 شهيد فلسطيني. الأطفال قاعدين في أكياس بنعبيهم، أكياس بنحط فيهم يا عمي، في أكياس. حسبي الله ونعم الوكيل. مصر تدين المجزرة الدموية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا وأسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطيني. العاشرة صباحا في القاهرة، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من النيل، أهلا بكم. دخلت مجموعة من سيارات الإسعاف المصرية إلى قطاع غزة معبر رفح لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين من الحالات الحرجة إلى داخل مصر لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى 70 شاحنة مساعدات إنسانية. هذا وعبرت أول دفعة من حملة الجوازات الأجنبية إلى مصر عبر معبر رفح، كما عبرت نحو 40 سيارة إسعاف وعدد من الأطقم الطبية لفحص المصابين فور وصولها، بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك لاستقبال نحو 80 مصابا من القطاع. وتستعد عدد من المستشفيات المصرية في مدينة العريش لاستقبال الجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين. وما تتابعونه الآن على الشاشة هي لقطات مباشرة من دخول المساعدات الإنسانية المصرية إلى قطاع غزة، وهذا المعبر من الجانب الفلسطيني، معبر رفح، على الهواء مباشرة. تفقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي معبر رفح البري وتابع عملية دخول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. جاء ذلك خلال جولة رئيس الوزراء التفقدية الموسعة لمحافظة شمال سيناء. جدا أمام منفذ رفح على الحدود المصرية الفلسطينية. واسمحوا لي يمكن أن أتعرض الأول لشيء مهم جدا، وهو ثوابت في السياسة المصرية. مصر ضد أي استهداف للمدنيين من أي جانب، وإحنا ضد سقوط أي ضحايا من المدنيين الأبرياء من أي جانب، وده التزاما بكل ما يعني ينص عليه القوانين الدولية في هذا الشأن. وبالتالي الحقيقة مع هذه الأزمة الغير مسبوقة اللي بتحصل النهاردة في قطاع غزة، يعني إحنا بندعو العالم وكل دول العالم انها تبقى المنظور يبقى منظور عادل، منظور يعني يدين سقوط الضحايا من كل الجوانب. لا يوجد ميزة لجانب او افضلية لجانب عن الجانب الاخر، الجميع سواء، واحنا جميعا ضد سقوط اي ضحايا ابرياء مدنيين. وبالتالي نحن ضد
سياسة العقاب الجماعي اللي بتحدث الآن ضد سكان قطاع غزة. وخلال لقائه مع عواقل ومشايخ شمال سيناء، قال رئيس الوزراء إن هذا الكم من النزاعات والحروب التي تحيط بمصر من كافة حدودها تستهدف سقوط الدولة المصرية، مؤكدا على أن الدولة لن تسمح بزعزعة استقرارها من أي جهة، مشددا على أن كل إمكانيات الدولة مسخرة للحفاظ على أمن مصر الخارجي. أنا كنت في اللقاء الدولي اللي كنت موجود فيه، قلت كده في كلمة في يعني لقيادات في العالم، قلت لهم مفيش دولة في العالم دلوقتي حدودها بالكامل حروب ونزاعات زي مصر. حضراتكم بصوا على الخريطة، الغرب، الجنوب، الشرق، مفيش دولة بتتعرض على خريطة العالم لهذا التحدي اللي احنا موجودين فيه. وكلنا عارفين ان كل ده في الاخر بيستهدف حاجة واحدة، الدولة دي تقع. حلم إعادة ترتيب الشرق الأوسط اللي الدولة المصرية أجهضته. تاني بقولها لحضراتكم، إحنا كدولة، وأنا بقولها رسالة، لن نسمح مرة أخرى بهز استقرار هذه الدولة من أي طرف من الحدود. فكل إمكانيات الدولة مسخرة للحفاظ على الأمن الداخلي ومن الخارج، ان لو اي حد فكر ان هو يهوب ناحية هذه الارض. دور حضراتكم انكم تبقوا مؤمنين بان دي رسالة البلد وسياسة البلد، وان سيادة الرئيس ليل نهار معانا كلنا ومع كل الجهات شغالين على هذا الموضوع. وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان أن مصر تدعو لوقف القتال فورا وبدء المفاوضات من أجل حل الدولتين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته لمعبر رفح بحضور العديد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية. مصر تدعو إلى أن يتوقف القتال فورا وأن يبدأ التفاوض الحقيقي القائم على مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن من أجل حل الدولتين. لا يوجد إلا حل الدولتين حلا لهذه الأزمة التي تهدد العالم كله. حل الدولتين لم تخترعه الأطراف العربية، بل الذي أبدعه أو الذي قرره هو الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 47 بالقرار 181 الذي أعطى حق الدولتين، فقامت دولة ولم نشهد الثانية على الإطلاق حتى اليوم، وهي الدولة الفلسطينية. وبالتالي حل الدولتين هو الحل المتبنى من جانب مصر. وفي مؤتمر القاهرة للسلام أظن أن كل الأطراف تقريبا اتفقت على هذا الحل، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية تعلن أنها تتبناه. والسؤال، متى يبدأ التفاوض الحقيقي حول حل الدولتين؟ لا يوجد تفاوض تحت إطلاق النار، لا يوجد تفاوض تحت إطلاق الصواريخ، لا يوجد تفاوض بعملية برية يقال أنها بدأت بالفعل الآن في كل محاور غزة. وبالتالي ندعو إلى وقف إطلاق النوري فوري للنار، ثم بدء المفاوضات، ويدعى إلى مؤتمر القاهرة، يمكن أن تكون محلا له مؤتمر للقاهرة 2 للسلام تطرح فيه هذه المسألة. معلومات أخيرة قبل أن أتلقى أسئلة. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات. دكتور مختار، تابعنا الآن الصور الحية من معبر رفح ودخول سيارات الإسعاف والإغاثة لمعبر رفح من مصر لجلب الحالات الطبية التي تحتاج العلاج داخل مصر وإيصال أيضا المعونات. ما تعليقك على هذا المشهد صباح اليوم، والرسالة التي يمكن أن تفهم من هذا الدعم المصري والمساعدة الدائمة المصرية لقطاع غزة؟ شيء رائع. نعم. أن تكون مصر صاحبة المبادرة في هذا الأمر في ظل هذا الهلاك وهذا الدمار الذي طال الحجر والبشر وكل شيء داخل قطاع غزة. اليوم بتنطلق قافلة مساعدات مع سيارات إسعاف لجلب المرضى والجرحى ممن أصيبوا إصابات بالغة، ومع طي دخول مساعدات إنسانية أخرى إلى داخل قطاع غزة. مشهد يحسب لمصر في ظل هذا الموقف الإقليمي والدولي المتخاذل للغاية
والغير قادر على إيقاف آلة الحرب حتى هذا التاريخ في ظل هذا الهلاك والدمار الذي لم يحدث تقريبا في العصر الحديث بحكم ما تم قصفه من قبل إسرائيل على قطاع غزة والذي تعدى 24,000 طن من المتفجرات يصل حدتها إلى أكثر من قنبلتي هيروشيما وناجازاكي. نعم. طيب فكرة دخول الجرحى والمصابين إلى مصر، يعني مصر تقوم بدور كبير تقوم به دائما نحو القضية الفلسطينية منذ بداية منذ نكبة 48 في الحقيقة، لكن هذا التوقيت حرج جدا أن نستطيع أن نقوم بهذا الدور الذي نصر على الثبات عليه وفي نفس الوقت نتصدى للضغوط التي تتعرض لها مصر في قصة تهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية. كيف يمكن الثبات على الدور المصري في مساعدة الشعب الفلسطيني والثبات أيضا على الموقف المصري في عدم إتاحة الفرصة لقتل القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين إلى مصر وتركهم لأراضيهم كما حدث في نكبة 48؟ شوفي، يعني موقف مصر ثابت وموقف مصر واضح، المساهمة في تهجير الفلسطينيين من داخل قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية أمر غير مسموح به مصريا، ومصر رفضه بالمطلق. فهذا أمر، ده مبدأ من المبادئ المصرية لآليات التعامل مع هذه الأزمة تحديدا. لكن جرحانا ومرضانا خصوصا من إخواننا الفلسطينيين بالتأكيد مصر بتستقبلهم وبتوفر لهم سبل العلاج من خلال المشافي الميدانية أو المستشفيات العامة والمركزية، وده كان دور مصري موجود منذ زمن. وأنا متصور بعيدا عن 48 وما بعدها، منذ بداية الصراع بين المقاومة الفلسطينية وما بين إسرائيل 2008 2012 2014 21 في كل المواجهات التي تمت في السابق، كانت مصر حاضرة بشدة ولعبت الدور الأساسي في الوصول إلى الهدنة ولما بعد الهدنة من مسألة إعمار غزة في وقت من الأوقات، وساهمت مصر ب 500 مليون دولار في هذا النطاق. ثم كانت المحطة الأساسية لاستقبال المرضى والجرحى من إخواننا الفلسطينيين داخل قطاع غزة ومعالجتهم مرة أخرى. وده أمر مبدئي مصري، وإحنا بالتأكيد قلوبنا تعتصر عما يحدث داخل قطاع غزة وموقفنا ثابت وقاطع في هذا النطاق. لكن المبدأ الهام أنه لا تصفية لهذه القضية ولا مساعدة في مسألة التهجير، ولن يسمح به مصريا، والقضية الفلسطينية تظل حية إلى تحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. نعم. طيب أستاذ مختار، كيف ترى التصعيد الإسرائيلي الأخير والهدف المراد منه رغم اعتراضات العالم كله وزيادة رقعة الإدانة لإسرائيل بالتحديد من الشعوب الغربية، وهي نقطة كانت تعتمد عليها إسرائيل دائما في التسويق لدور الضحية؟ هذه المرة المظاهرات تجتاح العالم ضد العنة الإسرائيلي وضد المذابح التي ترتكبها يوميا، ما هو هدف يعني التصعيد؟ يعني شوفي، إسرائيل بتتعامل كدولة فوق نطاق القانون الدولي والشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، هي لا تقر ده، ومؤيدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حكومة ومن قبل دول أساسية في العالم الغربي حكومة. أتحدث عن إنجلترا أو فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا أو غيره، اللي بدروا عيانا بيانا جهارا بإرسال المساعدات العسكرية وغير العسكرية إلى إسرائيل. ومشهد هبوط طائرة روشي سيناك رئيس وزراء بريطانيا وزيارته إلى إسرائيل كان مشهد واضح في هذا النطاق. العالم استنفر بحكم ما يراه من هلاك ودمار، لانك انت مش كما تدعي اسرائيل مش بتحارب حماس ولا بتحارب المقاومة الفلسطينية، هي بتحارب مدنيين عزل وتستهدف كل الاماكن اللي تستطيعي انك انت من خلالها تقولي ان ده المكان ده من الممكن ان يكون مكان امن، كالمشافي، كالمساجد، كالجوامع، كمدارس الأونروا،
المحطات المحمية بقواعد قانون الدولة بالمنظمات الدولية، إسرائيل بدأت تستهدفها في ظل، يعني أنا مش متصور، خذلان حكومي دولي منقطع النظير. الأمر الثاني وده أمر لافت للنظر، إن الموقف العربي باستثناء الموقف المصري اللي بيتحمل على عاتقه عبء كبير خاص بالقضية الفلسطينية، كان موقف لا يرتقي إلى خطورة ما تفعله إسرائيل. وإحنا بنتحدث مع بعض اليوم، كولومبيا، بوليفيا، تشيلي، دول من أمريكا اللاتينية بادرت إما بقطع العلاقات أو بادرت بسحب السفراء، وكان لها موقف إلى حد كبير جدا متشدد. وأنا متصور إن الموقف العربي والموقف الإسلامي ما زال قاصرا وما زال ضعيفا للغاية، ومتصور لو تحسن هذا الموقف ووصلت من خلاله رسالة واضحة إلى إسرائيل وإلى الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي، ربما تتبدل كثير جدا من المواقف الدولية والإقليمية في هذا الشأن. نعم، دكتور مختار غباشي، الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات، شكرا جزيلا لك. أتحول إلى أستاذ محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أستاذ محمد، أنظار العالم تتجه إلى الوضع الإنساني في غزة الذي يعاني من كل النواحي، ماذا يمكن أن يقدم العمل الأهلي التنموي في هذه الظروف؟ ونحن نتابع الآن بالفعل دخول مساعدات مصرية عبر معبر رفح. خلينا أقول لحضرتك في البداية أن الوضع في غزة وضع كارثي. نعم. انهيار للمنظومة الطبية، انهيار للبنية التحتية، يمكن منذ اللحظة الأولى في منذ بدء الحرب الإسرائيلية على إخواتنا في غزة وعمليات الإبادة الجماعية اللي بتتم لإخواتنا وأهلنا في فلسطين منذ اللحظة الأولى، وطبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلق التحالف الوطني من خلال مؤسساته وجمعياته الأهلية العديدة المنتشرة في كافة محافظات مصر، ويمكن بادرنا بأكبر قافلة محملة من آلاف الأطنان من السلع الغذائية والمواد الطبية. ولكن طبعا زي ما احنا شايفين الوضع في غزة كل يوم بيزداد سوء، فمزيد من المساعدات اللي بنقدمها لأهلنا في غزة، ومزيد يمكن كمان زي ما احنا متابعين ان النهاردة في عدد من سيارات الإسعاف المصرية هتنقل يعني بعض الإصابات الخطيرة، هتنقلها للمستشفيات داخل مصر. نعم. عشان نقدر نقدم لهم خدمات طبية. نعم. كيف يحدث التنسيق بينكم وبين المنظمات الإنسانية داخل قطاع غزة؟ كيف يتم التواصل؟ يمكن التواصل في الفترة الأخيرة ده هو صعب شوية نتيجة القصف العنيف، فبيتم طبعا قطع الإرسال ووسائل الإنترنت، فيمكن لكن احنا كنا متابعين الوضع هناك ازاي. الوضع طبعا وضع خطير جدا، وبالتالي احنا كمان بنحاول اللي احنا على قد ما نقدر اللي احنا بنكون داعمين بمزيد من الادوات الطبية ومزيد من الاف الاطنان من السلع الغذائية اللي هي سريعة الاكل. لا طبعا هناك مفيش منازل، مفيش اي مكان، حد مفيش وقود، فبالتالي الناس هناك محتاجة ان هي تاكل حاجات جافة سريعة. صحيح. عشان تقدر ان هي تعيش، يعني خلينا نقول ان الناس لو ما ماتتش من الحرب هتموت من الجوع هناك. هناك مفيش مية، هناك مفيش انهيار كامل في المنظومة الصحية، المستشفيات بيتم قصفها، الاف الاطفال بيموتوا، يعني وضع مأساوي فعلا. مش ممكن اي حد عنده ضمير او في انسانية خلاص يقبل بهذا الوضع. نعم. طيب الاولويات في دخول الاعانات بتكون لايه استاذ محمد؟ يعني في زي ما حضرتك قلت الوضع كارثي على كل المستويات، وقود ومياه وطعام وايضا مستلزمات طبية، يعني بتحطوا الاولويات ازاي في دخول الاعانات ولا كل حاجة بتدخل؟ حقيقة احنا بنكون متوازنين لان هم في احتياج لكل حاجة. النهاردة الاطفال في محتاجة لبن اطفال، الاصابات والجرحى محتاجين لغاية الخيوط اللي بيتم بها العمليات، الادوية، في كمان كبار السن اللي عندهم امراض مزمنة، ضغط، سكر، قلب، محتاجين ادوية. طبعا مش هننسى المواد الغذائية، ما انا مش هعالج ومش هينفع ان انا ما يكونش باكله ولا بغذيه. فالوضع هناك يعني وضع أسوأ مما أي حد ممكن يتخيل، أسوأ من المشاهد اللي احنا بنشوفها على شاشات التلفزيون. فبالتالي احنا بنساعد بكل قوتنا وبنجهز
مزيد من المساعدات، ويوميا بيتم ارسال سيارات نقل محملة بالمواد الغذائية من قبل مؤسسات التحالف الوطني. نعم. طيب ايه اللي بتتوقعه خلال الفترة القادمة استاذ محمد، سواء في تطور الوضع على ارض الواقع او في وصول المساعدات وتدفقها لقطاع غزة؟ يعني خلينا اقول لحضرتك ان الدولة المصرية بكل اجهزتها بتبذل قصارى جهدها من اجل دخول مزيد من المساعدات، من اجل وقف الاقتتال. مش ممكن ان احنا كل يوم كل ساعة قصف متواصل لاهلنا في غزة وضحايا، يعني اخرها امبارح 400 ضحية مرة واحدة. يعني ده مش ممكن يكون اللي يحصل، دي ابادة جماعية، ودول الغرب كلها واقفة بتتفرج، بل والولايات المتحدة الامريكية بتدعم اسرائيل في اللي هي بتعمله. فمش ممكن مصر بتضغط بكل قوتها ان يتم وقف الاقتتال فورا، يرجع تاني للمفاوضات. لابد من سلام، لابد ان احنا اهالينا في فلسطين يعيشوا في دولة مستقلة عاصمتها القدس. مش ممكن اللي بيحصل ده. فيعني بنأمل ان تحصل انفراجة قريبا باذن الله ويتم وقف الاقتتال، اضافة ان مصر بتضغط لدخول كافة المساعدات. احنا مش هينفع ان احنا ندخل المساعدات، احنا عايزين ندخل بالقطارة شوية بشوية شوية بشوية. الوضع هناك مش مستحمل ده، بل هم عاوزين مزيد من المساعدات. فاذا كانت المساعدات اللي بتدخل اصلا كميات قليلة وكميات مش مكفية، فمش ممكن ان احنا نفضل سايبين الوضع بالمنظر ده. أشكرك دكتور أستاذ محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وينضم إلينا أستاذ هاني فاروق نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ هاني، اليوم ستكون هناك زيارة لبلينكن وزير الخارجية الأمريكي لإسرائيل، مع تصاعد الوضع بهذا الشكل ومع تنفيذ مذبحة جديدة ضد مخيم جباليا بالأمس، برأيك ماذا تعني هذه الزيارة؟ المزيد من الدعم لإسرائيل أم محاولة لاحتواء الموقف، بالذات بعد ما حدث في الكونغرس الأمريكي بالأمس؟ أعتقد أن زيارة بلينكن لإسرائيل زيارة تؤكد استمرار الدعم الأمريكي للسياسات الإسرائيلية في اتجاه الأشقاء الفلسطينيين في حرب الإبادة التي تتم على أرض الواقع. بالأمس تم الإعلان عن إرسال أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن إرسال 300 جندي إلى منطقة بحر المتوسط. أعتقد أن هذه الرسائل تؤكد أن أمريكا ضارعة في حرب الإبادة التي تسن على الأشقاء في فلسطين. الدعم الأمريكي وما يكشفه التقارير الإخبارية من استمرار الدعم والدعم بالسلاح والدعم المادي والمعنوي يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ماضية قدما في دعم السياسات الإسرائيلية وسياسات جيش الاستيطان في قتل الأبرياء الفلسطينيين. جريمة الصمت العالمي التي نعاني منها جراء ما يحدث من جرائم إنسانية بشعة في قطاع غزة تؤكد أننا بحاجة إلى وقفة جادة تجاه السياسات العالمية والأوروبية، تحديدا فيما يخص حديثهم عن حقوق الإنسان. هناك ازدواجية في المعايير من الدول الغربية تجاه ملف حقوق الإنسان، فبينما هم يشاركون من خلال دعمهم في إسرائيل بالقول أو بالفعل من خلال إرسال القوات المسلحة والجنود المتمدد إسرائيل، يأتون في أحيان أخرى لينادون الدول العربية بأهمية التحلي بمبادئ حقوق الإنسان. أين نحن من حقوق الإنسان التي تهدر على أرض الواقع في أرض فلسطين؟ نحن نرى في كل يوم المزيد من المجازر البشعة والجرائم التي تعد جرائم حرب في المقام الأول، ولا أحد يلتفت إلى هذه الجرائم أو يدين هذه الجرائم من الدول الغربية. لكنني أرى أن هناك بارقة أمل في أن العالم سيبدأ في تغيير وجهة نظره تجاه هذه السياسات نتيجة الضغط المصري والعربي أيضا على دول أوروبا، وأيضا ضغط الشارع، ضغط صعوب على سياسات الدول الأوروبية وأمريكا الداعمة للاقتتال وتأييد قوات الاحتلال الإسرائيلي بهذه الجرائم البشعة. طبعا عندما نتحدث عما تقوم به مصر في هذا الإطار من خلال الضغط المتواصل على دول العالم
من خلال ويتضح ذلك من خلال المؤتمر الذي أقامه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالأمس، والمؤتمر الصحفي العالمي للأستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للإعلامات، واللذان أكد في هذا المؤتمر على رفض مصر القاطع للسياسات الإسرائيلية التي ترتكب تجاه الأشقاء الفلسطينيين، رفض مصر القاطع لسياسات التهجير القصدي، رفض مصر القاطع لسياسات الاستيطان للجرائم البشعة التي تتم، رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية والإعلام صراحة أمام جميع مراسلي وكالة الأنباء العالمية وأمام شعوب العالم أن هذا أن تصفية القضية الفلسطينية مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن تسمح بأن يتم ذلك من خلال أو على حساب مصر. أعتقد أن الرسالة المصرية واضحة وصريحة في هذا الإطار. مصر تضغط أيضا بكل جهد لإدخال المزيد من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين لدعمهم في محنتهم. مصر تضغط سياسيا واقتصاديا، دور السياسة الخارجية لمصر دور بارز في هذا الإطار، وأعتقد أننا نلمس جهودا متواترة تؤكد على قيمة السياسة المصرية الخارجية في توضيح الحقيقة للعالم أجمع. هناك آمال معقودة على القمة العربية المقبلة، القمة العربية الطارئة على مستوى قيادات الدول العربية التي ستنعقد في الحادي عشر من شهر نوفمبر الحالي، لاتخاذ قرارات عربية جادة وفاعلة في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ودعم الدولة الفلسطينية في مواجهة هذه القوة الوحشية والسلاح والأسلحة المميتة التي تستخدمها إسرائيل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني. نحن نرى جرائم بشرية لا يمكن لأحد أن يتحملها. أعتقد أن القرار العربي مهم في هذه الفترة تحديدا. كما أشير في هذا الإطار إلى مناشدة نقابة الصحفيين المصرية بالأمس بأهمية وقوف الدول العربية والإسلامية موقف جاد تجاه هذه تجاه سياسات الإبادة التي تتم على أرض الواقع. أعتقد أن مصر ترك. نعم أشكرك أستاذ هاني فاروق نائب رئيس تحرير الأهرام، ونتابع من جديد على الهواء مباشرة السيارات الإسعاف والمساعدات المصرية تدخل معبر رفح إلى قطاع غزة، وهذه الصور حية ومباشرة من الجانب الفلسطيني. تدخل مساعدات طبية لجلب الحالات الخطرة وتقديم العلاج لها في مستشفيات العريش، وإدخال المساعدات الغذائية أيضا والإعانات الطبية.
نعود لاستكمال نشرتنا، حيث أدانت مصر بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني الذي طال مربعا سكنيا في مخيم جباليا. واعتبرت مصر في بيان للخارجية ذلك انتهاكا شديدا صارخا جديدا من قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحكام القانون الدولي والإنساني، محذرة من مغبة استمرار تلك الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين العزل. أدانت الخارجية الفلسطينية المجزرة الدموية الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين الأبرياء، مضيفة أن الاحتلال ارتكب مجزرة واسعة النطاق وإبادة جماعية على سمع وبصر العالم بحجة الدفاع عن النفس. جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، هذه المرة في مخيم جباليا للاجئين، حيث تم استهداف مربع سكني بداخله بستة قنابل تزن الواحدة منها طن من المتفجرات. فهذا القصف الإجرامي الذي يعد حرب إبادة جماعية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة أسفر عن استشهاد وإصابة المئات في ظل عجز كامل الخدمات وخاصة المستشفيات عن تلبية الاحتياجات الأساسية لمن نجا من هذه المجزرة. السلطة الفلسطينية في أول رد فعل لها على المجزرة الإسرائيلية قالت إن على المجتمع الدولي أن يأخذ موقفا حقيقيا تجاه وقف العدوان، مؤكدة أن عدم محاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم ومجازرهم هو الذي يشجعهم على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم، محملة المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته مسؤولية هذه المجازر في ظل هذا الصمت والعجز. أما الجامعة العربية فأدانت بأشد العبارات الجريمة، وقال أمينها العام إنه لا يمكن لضمير العالم أن يظل صامتا حيالها، وأن المجتمع الدولي مسؤول عن هذه الدماء التي تسيل كل يوم، وأن أهل القطاع يتعرضون لخطر الموت بالقصف أو التجويع والحصار. مطالبة المجتمع الدولي بتحمل إسرائيل المسؤولية وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين هو ما دعا إليه الأردن بعد جريمة مخيم جباليا، مؤكدا ضرورة الالتزام بالقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضرورة تكاتف الجهود لوقف الحرب المستعرة على غزة. مع العنف والدمار الذي لحق بالقطاع لم تعد تكفي الإدانات والشجب، خاصة أن ما يحدث على مرأى ومسمع من العالم كله، فالنساء والأطفال تقطعت بهم السبل آملين ألا يتعرضوا لقصف مجدد، يفقدون معهم أحباءهم وذويهم. كما أدانت الجامعة العربية بأشد العبارات أيضا قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا، وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن الجريمة الإسرائيلية الجديدة تضاف لجرائم الاحتلال في غزة ولا يمكن لضمير العالم أن يظل صامتا حيالها. وأضاف أبو الغيط أن المجتمع الدولي مسؤول عن هذه الدماء التي تسيل كل يوم، وأن أهل القطاع يتعرضون لخطر الموت بالقصف أو بالتجويع والحصار. بدوره أدان البرلمان العربي المجزرة البشعة التي قامت بها القوى القائمة باحتلال إسرائيل بحق المدنيين في مخيم جباليا، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 400 ما بين شهيد ومئات الجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء. وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بدء العدوان إلى نحو 8500 شهيد، فيما وصل عدد شهداء الضفة الغربية إلى 125 شهيدا. يأتي ذلك فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن قطاع غزة على شفا كارثة وسط نزوح جماعي وتكدس متفاقم وأضرار في البنية التحتية. مأساة حقيقية يشهدها النظام الصحي في غزة المحاصرة، فالمستشفيات باتت على خط المواجهة مع العدوان الإسرائيلي، حيث تسعى إسرائيل لإخلاء مرافق الرعاية الصحية في شمال غزة المكتظة بالجرحى وأولئك الذين يبحثون عن ملاذ من القصف.
ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد قامت قوات الاحتلال بقصف أهداف قريبة من مستشفيات الصداقة الفلسطينية التركية ومستشفى القدس والمستشفى الأهلي خلال غارات ليلية. ومع قيام قوات الاحتلال بقطع التيار الكهربائي عن غزة، كانت المستشفيات الأكثر تضررا، حيث أوشك الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفى ناصر وكذلك الإمدادات الطبية على النفاد. وفي كثير من الأحيان يتم إجراء الجراحات دون تخدير، ووفقا للأطباء فإن الأولوية لديهم هي الاحتفاظ بالمخزونات الاحتياطية لإنقاذ الحالات الحرجة. منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانا بأن الأسبوع الماضي فقط شهد 171 هجوما استهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية ومنشآتها في غزة والضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى مقتل 493 شخصا وإصابة 387 آخرين في 24 من أكتوبر الماضي. وقالت المنظمة إن النظام الصحي على وشك الانهيار مع تضاؤل فرص الحصول على الخدمات الصحية والمياه النظيفة والغذاء والوقود. الوضع الإنساني المتردي الذي تشهده مستشفيات غزة المكتظة ينذر بعواقب لا يمكن تصورها على أكثر من 2 مليون مدني من تداعيات الحصار المفروض على القطاع المحروم من المياه والكهرباء والوقود والأدوية منذ بدء نحو 24 يوما. أفادت تقارير الأمم المتحدة بأنه تم إغلاق أكثر من ثلث المستشفيات إلى 35 في غزة، ونحو ثلثي عيادات الرعاية الصحية الأولية البالغ عددها 72 عيادة بسبب الأضرار أو نقص الوقود الناتج عن العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من 20 يوما. لا تزال إسرائيل تواصل عدوانها على قطاع غزة دون تفرقة بين استهداف ما تسميه عناصر مسلحة ومدنيين لجأوا إلى المستشفيات والمراكز الطبية بهدف الاختباء من هجمات طيران الاحتلال. في هذا السياق أفادت مصادر مسؤولة في غزة بأن ضربات جوية إسرائيلية أصابت مناطق قريبة من مستشفيات الشفاء والقدس والصداقة التركية. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أشار إلى أن أكثر من 100,000 مدني يحتمون إلى جانب آلاف المرضى والأطباء في المستشفيات. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن المستشفيات في غزة تقترب من خط المواجهة مع العدوان الإسرائيلي، حيث تسعى إسرائيل إلى إخلاء مرافق الرعاية الصحية في شمالي غزة المكتظة بالجرحى، وأولئك الذين يبحثون عن مأوى من القصف. وكالات الإغاثة والعاملون الطبيون أفادوا بأن آلاف المرضى في الرعاية الحرجة الذين تم توصيلهم بأجهزة التنفس الصناعي أو الذين يعانون من أمراض أو إصابات شديدة يجعلون عملية الإخلاء خاصة أثناء الحرب صعبة وغير مجدية. تقارير الأمم المتحدة ذكرت أنه منذ 7 أكتوبر نتيجة لحملة القصف الإسرائيلية تم إغلاق أكثر من ثلث المستشفيات 35 في غزة، فضلا عن نحو ثلثي عيادات الرعاية الصحية الأولية البالغ عددها 72 عيادة بسبب الأضرار أو نقص الوقود. منظمة الصحة العالمية أعلنت في بيان لها أن نحو 200 هجوم استهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية ومنشآتها في غزة والضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد نحو 500 شخص وإصابة المئات. وشددت منظمة الصحة العالمية أيضا على أن النظام الصحي في قطاع غزة على وشك الانهيار، حيث تتضاءل فرص الحصول على الخدمات الصحية والمياه النظيفة والغذاء والوقود، ما يهدد بالمزيد من الخسائر في أرواح المدنيين. حذر المتحدث باسم منظمة يونيسف التابعة للأمم المتحدة من أن قطاع غزة أصبح مقبرة لآلاف الأطفال وتحول إلى جحيم حي للجميع، مؤكدا أن مخاوف المنظمة بشأن مقتل العشرات ثم المئات وفي نهاية المطاف الآلاف من الأطفال تحققت خلال أسبوعين فقط. مع
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما أسفر عنه من مجازر دموية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين العزل، حذرت الأمم المتحدة من أن قطاع غزة أصبح مقبرة لآلاف الأطفال، مشيرة إلى أنها تتخوف من احتمال وفاة المزيد بسبب الجفاف ومآسي إنسانية أخرى. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من أن يتخطى عدد الأطفال الذين يقضون جراء الظروف الحياتية على عدد الذين يموتون بالقصف. وقال المتحدث باسم المنظمة جيمس ألدر إن مخاوف المنظمة الأممية قد تحققت بالفعل بشأن أعداد الأطفال الذين قضوا، إذ بلغت الآلاف في أسبوعين فقط. ووصف المتحدث حصيلة الأطفال الذين قضوا في قطاع غزة إثر قصف الاحتلال الغاشم للمباني والمؤسسات المدنية بالمروعة، مضيفا أنه بات من المذهل أن هذا العدد آخذ في الارتفاع بشكل مخيف، ليتحول بذلك القطاع لمقبرة لآلاف الأطفال وجحيم حي لكل الآخرين. وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، يعاني أكثر من مليون طفل يعيشون في غزة نقص المياه النظيفة، مؤكدة أن طاقة إنتاج المياه في القطاع لا تتجاوز 5% من إنتاجها اليومي المعتاد، فيما تشكل وفيات الأطفال وخاصة الرضع بسبب الجفاف تهديدا متزايدا. ودعت المنظمة الأممية إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وضمان وصول مساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق، بما في ذلك المياه والغذاء والإمدادات الطبية والوقود، محذرة من أنه في حال عدم وجود وقف لإطلاق النار سيقود هذا إلى فظائع أكبر تلحق بالأطفال الأبرياء. أعلنت وزارة الصحة أن 3 فلسطينيين استشهدوا في مخيم جنين، فيما سقط شهيد رابع في طول كرم خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنطقتين. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال قمعت مسيرة خرجت من أجل التنديد بمجازر الاحتلال في قطاع غزة، وأطلقت صوب المشاركين فيها الرصاص الحي، ما أدى لإصابة عدد من الأشخاص. وشارك آلاف الفلسطينيين في المسيرة رفضا للمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا. عم الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، وشل الإضراب كافة مناحي الحياة، وأغلقت الجامعات والبنوك والمحال التجارية وسط دعوات لتصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي في كافة الميادين دفاعا عن حق الفلسطينيين في الحرية والحياة والدولة والاستقلال. يأتي الإضراب في أعقاب المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا بعد قصف مربع سكني بأطنان من المتفجرات، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات المدنيين الفلسطينيين. قالت شركة الاتصالات الفلسطينية في منشور على منصة أكس إن خدمات الاتصالات والإنترنت مقطوعة بشكل كامل في قطاع غزة بسبب انقطاع الاتصال الدولي مرة أخرى. وذكرت الشركة في المنشور أن مسارات الاتصال الدولية والتي تم إعادة وصلها سابقا تعرضت للفصل مرة أخرى. ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين. سيارات الإسعاف المصرية تعبر معبر رفح لنقل عدد من الحالات الحرجة من الجرحى والفلسطينيين. تواصل القصف الإسرائيلي الكثيف على قطاع غزة وضحايا العدوان تتخطى 8500 شهيد فلسطيني. الأطفال قاعدين في أكياس بنعبيهم، أكياس بنحط فيهم. مصر تدين المجزرة الدموية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطيني. وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.